خليني أبدأ مع حضراتكم بنشاط مكثف للرئيس السيسي خلال زيارته إلى الهند، وده طبعا صباح اليوم شهد السيد الرئيس احتفالية بيوم الجمهورية الهندية. في الاحتفالية التي شاركت فيها أيضا القوات المسلحة المصرية خلال عروض الاحتفال في حضور السيد الرئيس، وطبعا الحقيقة كانت مبهرة ومبهجة بشكل كبير. وعلى هامش الاحتفالية اجتمع السيد الرئيس بمقر إقامته بنيودلهي مع نائب رئيس جمهورية الهند، كما استكمل أيضا السيد الرئيس لقاءاته المكثفة مع كبرى الشركات ورجال الأعمال الهنود، حيث استقبل السيد الرئيس رئيس مجموعة الهندية العالمية العملاقة أداني التي تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة خاصة البنية التحتية. كما استقبل أيضا السيد الرئيس بمقر إقامته رئيس مجلس إدارة شركة رينو باور من الشركات أيضا المهم. وهتلاقوا أنه كل الحقيقة اللقاءات معنية بالعلاقات الثنائية التجارية الاقتصادية أيضا في الهند. الحقيقة الزيارة واضح فيها النشاطات، زيارة مكثفة، وأيضا زيارة كمان يعني ترى الترحيب الكبير بوجود السيد الرئيس في الهند، وأيضا كرئيس مصري يعني في يوم الجمهورية الخاص بالهند. أعتقد من الصور ومن اللقاءات وضح الترحيب السيد الرئيس وبوجود مصر أيضا في هذا اليوم. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ عايزين نعرف يعني مدلول والرسائل من العلاقات المصرية الهندية، خاصة الرسائل بقى اللي خرجنا بيها من هذه الزيارة. طيب أستاذ شفقي، يعني في البداية لابد أن احنا نشير إلى أنها علاقات تاريخية متعددة المناحي، يعني علاقات تاريخية لها أبعاد ثقافية، لها أبعاد كفاح مشترك، لها أبعاد اقتصادية، لها أبعاد اجتماعية، يعني نقدر نقول عليها علاقة من نوع خاص تجمع مصر بدولة الهند. في السياق ده الدولة المصرية إطار اهتمامها بإعادة ربط سياستها الخارجية بدوائر السياسة الخارجية الرئيسية عندها، اهتمت كثيرا بالمكون الآسيوي كمكون رئيس في إطار سياسة مصر نحو يعني تعظيم مكاسب ومنافع وقدرات دول جنوب الجنوب. الهند دولة كبيرة اقتصاديا ودولة وقوة كبيرة عسكريا في القارة الآسيوية، وكذلك مصر في القارة الأفريقية. من هذا المنطلق يمكن في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا من 2019 لغاية النهاردة تعمقت العلاقات المصرية الهندية بصورة واضحة من خلال لقاءات مؤسسية جمعت مؤسسات الدولة المصرية ووزاراتها المختلفة مع نظرائهم في دولة الهند في لقاءات تمت على الأراضي المصرية وعلى الأراضي الهندية. كللت هذه الزيارات واللقاءات بالزيارة الثانية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال أيضا، لأنه يعني أعتقد أنه حيكون كمان وجود للهند وشراكات كثيرة جدا في قارة إفريقيا، ومصر هي البوابة الكبيرة اللي تدخل منها الهند، وخصوصا مكانة مصر ووجود مصر واتصالها بالقارة الإفريقية. كيف ترى المستقبل ما بين الهند وإفريقيا؟ طيب يعني مصر بحكم موقعها، يعني احنا كنا بنتكلم على أن الدولة المصرية بمكانتها وقدراتها والهند بمكانتها وقدراتها في القارة الآسيوية هم مفتاحين للاستفادة في تعظيم مكاسب تعاون الجنوب جنوب، ومن ثم تحقيق مبدأ المكسب للجميع. مبدأ المكسب للجميع المبدأ اللي بتعلنه الدولة المصرية من أجل تحقيق مصالح الشعوب في الدول النامية. مصر بوابة مهمة جدا لكل قوى العالم إلى القارة الأفريقية. تمام. ومصر علشان تحقق ده عمقت من علاقتها بالمكون الأفريقي طوال السنوات السابقة، ومصر قدرت تربط المصالح الأفريقية مع العديد من المنظمات والقوى الرئيس في العالم، بحيث أن مصر أصبحت الشريك الرئيسي في كل مشاريع التعاون المستقبلية. الهند لديها تجارب متقدمة، مش هنتكلم على القارة الأفريقية بس ولكن عن مصر أيضا. الهند لديها تجارب متقدمة زي ما حضرتك تفضلتي وأشرتي في الطاقة النظيفة، شركة رينيو باور عندها يعني خبرة مهمة جدا في شركة أداني اللي التقى بيهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بتقوم بمشروعات رئيسية في البنية التحتية، بالإضافة إلى الخبرات الهندية الواسعة في الاستثمارات الزراعية وفي الاستثمارات
الصناعيه المختلفه. من هنا ممكن تكون افاق التعاون المستقبلي بين دول القاره الافريقيه عبر البوابه المصريه مع الدوله الهنديه فرص لا محدوده يتم فيها الاستفاده من الخبرات يعني المتبادله بين الشعوب الافريقيه والشعب الهندي عبر البوابه المصريه. مصر بالتحديد مع الهند يعني السنين اللي فاتت بالتحديد عمقت كثيرا من علاقاتها. يعني احنا ما بنبص على البيان الختامي للقمه لازم نتوقف انه بيان جاء من 15 بند في اربع محاور رئيسيه: محور سياسي ومحور اقتصادي تجاري استثماري ومحور يتعلق بالصناعه ومحور يتعلق بالزراعه ومحور اخير يتعلق بالقدره على تعميق وتعزيز قدرات التعاون والدفاع العسكري. أكيد. الدوله المصريه في هذا الاطار بتؤكد على عمق ومتانه العلاقات مع الدوله الهنديه وانها علاقات متنوعه تقوم على اسس واضحه. لما بنشوف المواقف السياسيه الهند من الدول المناصره دائما للقضايا والمواقف العربيه والمواقف المصريه. صحيح. الهند من الدول الداعمه للحقوق المشروعه للشعوب العربيه. الهند لم تتبنى سياسات عدائية تجاه الدول العربية، الهند كانت شريك للدولة المصرية في حركة عدم الانحياز. مظبوط. من هنا مش من المستغرب ان يتم التلاقي على ان تستمر وتتكاتف هذه الجهود بين الدولتين من اجل ترسيخ مبادئ حركة عدم الانحياز، من اجل اعادة الاستقرار في العالم بعد تفجر العديد من الازمات. ده على الشق السياسي. التأكيد على التزام الدولتين بالتعددية وباحترام مبادئ حقوق الإنسان، ولكن في ظل مراعاة خصوصية كل دولة من دول العالم في نظرتها لحقوق الإنسان. أكيد. في الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري أكيد زي ما قلنا المكاسب العديدة من التعاون المصري مع الدولة الهندية في مجال الطاقة النظيفة، شركة رينيو باور وشركة أداني في البنية التحتية. ده مش بس الهدف الرئيسي، ده كمان يعني اعتقد الناحيه التكنولوجيه. حضرتك عارف طبعا كمان الهند عندها يعني هي من 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 اولى الدول اللي بتعمل في صناعه البرمجيات في الـ 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 في الـ في الطاقه التكنولوجيه والكمبيوتر، فهتبقى حاجه مفيده بالنسبه لنا. المصاحب لسياده الرئيس او الفريق الوزاري المصاحب لسياده الرئيس في وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث انك انت تقدر تعمق من هذا المنح. صحيح. كمان الهند دوله متقدمه لديها خبرات كبيره في مكافحه الهجمات السيبرانيه، لديها لديها مقومات. صحيح. كبيره في صناعه تكنولوجيا الانترنت وتكنولوجيا البرمجيات، ومن ثم افاق كبيره جدا يمكن ان يعني ان تتفتح. أكيد. في هذا المجال. اكيد يعني الصور واضحه من لقاءات السيد الرئيس ومن المجهود والنشاط اللي موجود في الهند، والاستقبال وحفاوه الاستقبال للرئيس ومصر واضح جدا في كل اللقاءات اللي كانت موجوده، وحتى في المؤتمر الصحفي وايضا لقائه واستقبال رئيسة الهند لسيادة الرئيس. أنا بشكرك جدا الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، بشكرك شكرا جزيلا.